مرحبا، كيفكن اليوم؟ اليوم بدي أعمل الشوربة، شوربة الخضرة اللي أنا بكلها بنظام الغذاء اللي أنا لسه ماشي عليه، وهذه الشوربة كثير فادتني وحبيت شاركها معاكم. يعني بلكي أنتو نول عجبكم وكمان تستعملوها. أول شيء أنا بدي أخبركم عن النظام الغذائي اللي أنا لسه عم تابعه. نظام كثير 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 منيح، إذا أنتو حابين تتابعوا أنا عم بحط الريسيبي شو عم بعمل، وبصير أنا بخبركم يعني شو اللي كل يوم الواحد بيمشي على هذا النظام. مثل اليوم عندي أنا اليوم صيام. الصيام اللي أنا بعمله هو الصيام طول النهار ما باكل إشي بس مشروبات. أوكي، بس مشروبات. ببلش الصبح مثل ما كل يوم كباية مي فاترة مع ملعقة صغيرة من خل التفاح وملعقة صغيرة من العسل اللي عفوا العسل اللي مش مغشوش، بده يكون عسل صح. من بعدها فنجان قهوة مع شوية حليب خالي الدسم، ومن بعد ساعتين هلق عملت كاكاو اللي بدون سكر، شوية حليب خالي الدسم كمان شوية صغيرة بدون سكر. أوكي، عندي كمان اليوم المشروب اللي عملت فيديو عشان هذا المشروب اللي بياخذ اللي بالزنجبيل والشاي الأخضر والقرفة والخل التفاح والليمون، هذا كمان اليوم بشرب منه. كمان الشاي الأخضر مع عصرة حامض. كمان فيني أشرب عصير الفواكه مثل كباية عصير برتقال، بس عصرها بالبيت يعني تكون ناتشورال. وفي كمان مرات بعمل عصير البندورة كمان منيح، وبشرب مي كتير كتير مي طول النهار. هلا الساعة 7 بس النهار يخلص، الساعة 7 عندي الشوربة، هاي باخذ بول صغير الشوربة. اوكي، وقبل ما انام يعني بثلاث ساعات اذا بفترض بدي نام على 11، احلى ساعة يعني للنوم. الساعة 8 باخذ كباية لبن رايق، بحط عليه بذر الكتان بس مطحون مع عصرة حامض. هذا كل ليلة قبل ما تروحوا تناموا، كثير مفيد، كثير كثير مفيد، كثير بيحرق، بيسرع الحرارات، بيسرع الحرق الدهون، وكثير منيح. هذا الغذاء اللي أنا ماشي عليه هلا، والحمد لله يعني كثير كثير، حتى بيغير الضفير، الشعر، كله بيغير الواحد بجسمه، كل شيء بحس حاله الواحد مرتاح. حبيت أني شارككم بهذا الفيديو، إن شاء الله يعجبكم. وإذا عندكم شو سؤال فيكم تبعثوا لي على سميحة الريسيبي بالفيسبوك، عندي يعني سميحة الريسيبي، فيكم في عندي إيميل فيكم تبعثوا لي إيميل، أو فيكم على الماسنجر، على الماسنجر كمان فيكم تبعثوا إذا فيكم تسألوا شو يعني حابين تعرفوا. يلا نبلش هلا بالريسيبي، نشوف شو في نفرجيكم كيف يعني شو اللي أنا بستعمله بالريسيبي. أوكي، خلينا نبلش. أول شيء بدي أخليكم تعرفوا شو الخضرة اللي اليوم أنا بدي أعملها.
خليني بس بجيكم هون شوي صغيرة، لحظة شوي. عندي خليني ظبط هيدا منيح. اوكي انا عندي هون الفليفل الخضراء، في ما عندي الالوان، هي كتير مفيده تحطوا الالوان يعني الحمراء مع الخضراء صفراء كتير منيح، بس انا ما عندي اليوم. وعندي ال عندي الملفوف، هو الملفوف العادي فيكم تستعملوا هذا للسلطة بس كمان بيسوى. اللي عندي انا متوفر عندي اليوم بصل، بندورة، جزر، وهذا الزوكيني. هذا ما عندكم زوكيني فيكم تستعملوا الكوسة، يعني هي مثل الكوسة. بصل اخضر، لوبيا، عندي هون البامبكن اليقطين، انا بعملهم هيك كله بقطع وبحطه بالفريزر بضاين اكثر. وعندي هون كوسه وباذنجان كمان مقطع، شوفوا بحطهم بالفريزر بس بدي استعملهم. البقدونس والكزبره كمان بنظفهم منيح، بنشفهم وبحطهم بالفريزر عشان يضاين. وشويه زيت نباتي عندي اليوم، انا زيت الذره. خلينا نبلش لكانت اليوم. اوكي هلا انا بدي بلش قطع البصلي. طبعا كل شيء مبسل، مش ضروري يكونوا يعني قطع صغيره. طبعا انا اللوبيا بجيبها كمان بقطعها وبحطها بالفريزر كمان مشان تضاين. وعندي هذا الكراس، اوكي هلا نقطع هذه الزوكيني البصل. اوف واو. بس هيك بتقطعوهم، ما لازم يكونوا يعني مش ضروري يكونوا كثير صغار. بس الجزر ما انا ما بقشره، بس بغسله منيح منيح. عندي فرشاية سبيشال يعني لهودي، وبس بس بغسلها لأنه قشرة الجزر كثير مفيدة، كل الفيتامين فيها يا ناس. ولا بقشر ولا شيء منها هيدا إلا البصل بس بقشر. أكيد البصل والجزر بنحطه بالاول عشان الجزر بياخذ شوي، بس باقي كله ما بياخذ وقت كثير يعني. اوكي هلا عندي حبة البندورة كمان قطعها. اوكي هلا هودي كمان قطعنا صغير، يعني مش ضروري يكونوا قطع صغيرة يعني للشرع، حسب كمان واحد هو وزوجته. بس الملفوف كثير كثير مهم يعني بهذا الشوربة، هي بيساعد. اوكي هلا بنروح منشان نبلش نطبخها.
كمان عندي السبانخ السبينش بيبي سبينش. اوكي هذا بنحط على الاخر لانه بدنا نخلي السبينش يضل يعني ما يذوب كثير. اوكي يلا نمشي نعمل السوق. اوكي بس بدي اخبركم شغلي، لما كنت انا عم بطبخ اجاني مسج وقطع التسجيل، يعني اللي بدي اعرفكم عليه انه من بس اني رحت حطيت بالطنجره على قدر ملعقه صغيره زيت الذره، انا عندي زيت ذره، وحطيت البصل بالاول شوحته، حطيت عليها الجزر شوحتهم وضفت عليهم المي بس انه نغلوا، لان الجزر بيستوي ما بيستوي يعني مثل هذيك الخضار دغري بيستوي، بس الجزر بياخذ شويه وقت. والبصلي بس تشوحوه على النار مع شويه زيت تعطي الطعم احسن للشوربه، لان الشوربه ما فيها لا دجاج ولا لحمه، تعطيها طعم احسن. حبيت اخبركم يعني انه هذا صار معي هيك، عشان هيك الفيديو يعني حيطلع شوي انه ما فيه هالحركه انه كيف انا شوحتهم. ضفت عليهم مي وخليتهم يغلوا، بس صار نص استواء. اوكي ضفت كل شيء كله مع بعض، يعني باقي الخضر كله مع بعض، ورشه ملح، فلفل اسود، بهار اسود، وشويه اوريجانو، زعتر مجفف، اوريجانو بس، ما بياخذ اكثر من هيك. اوكي وخليتهم بس انه نستووا خلاص هيها. بس حبيت خبركم شو صار معي، انقطع الفيديو لانه اجاني مسج، ما بعرف ليش التليفون عمل هيك، يعني حبيت خبركم. اوكي وهاللي هذا يعني للفيجيتيريان اكثر شيء كمان، واللي بحب يزيد شقفة الدجاج، صدر الدجاج مثلا، او اللحمة مش كثير بنصحكم فيها، اللحمة الحمراء بيكون منيح. يلا نكمل الفيديو لكن شكرا. اوكي هلا صار نص استواء، هضيف عليهم السبانخ. اوكي بس شوي صغيرة هيك، كل الفيتامينز هو هون. خلينا يغلى شوي ونشيله على النار، برجع لكم بعد شوي. اوكي خلينا نطلع عليهم نشوف شو صار فيهم، يمكن استووا مش بدهم. شايفين استووا، والسبينش بتضل هيك، هل بدي اياه انا هودي استووا، خليهم بعد شي 5 دقائق. اوكي اوكي هذا السوق جاهزة، حفرجيكم عليها اليوم بس مشروبات. ها حفرجيكم عليها، واو ريحتها بتجنن عن جد. هنجربها
ناكل انا هلا، بس عتفرجيكم كيف، لانه اليوم الصيام. هلا دي الساعة 7، من بعد 7 بكونوا، بس بدي فرجيكم كيف يعني. مرات بنسى، شوفوا مع احلاها. اوكي، بتمنى تجربوها، نيل عجبكم، وما تنسوا تروحوا على youtube.com سميحة الرسيبي، تشتركوا بالقناة، وتعملوا تضغطوا على الجرس عشان يجيكم كل الرسيبس. وشكرا كثير على متابعتكم، ونهاركم سعيد. باي باي، ناطر تعليقاتكم. اوكي، باي، بحبكم.